سيف أليكس بتعمل أنشطة مختلفة، من أهمها طبعا الوقفات الاحتجاجية اللي بتبقى قدام المباني المعرضة للهدم. بتعمل كمان ورش عمل للطلبة المعماريين وللناس المهتمة بالتراث العمراني أو مهتمة إن هي تشتغل فيه حتى لو هم مش متخصصين. ده بالإضافة للتوعية اللي هي بتعملها على الصفحة على الفيسبوك للناس عامة بأهمية التراث وإزاي نقدر نستفيد منه. هدف المجموعة الأساسي هو تحسين حماية المكون التراثي في البيئة العمرانية دي، حماية المباني التراثية، والمساهمة في رفع وعي الناس بأهمية ودور التراث المعماري والعمراني في حياتهم. في مدن كتير في العالم بتعتمد على التراث العمراني في ان هو يجيب لها عدد سياح كبير، منهم لندن مثلا وباريس ومدينة سيينا هي في إيطاليا، مع ان حجمها صغير جدا ممكن يكون قد وسط البلد بس في اسكندرية، لكن هي بتجيب عدد سياح يعني ضخم بالنسبة لحجمها. من اهم الوقفات اللي احنا نظمناها وقدرنا فعلا نجيب رد فعل ايجابي من الناس ومن صناع قرار كانت فيلا شيكورال اللي كانت طلعت من قائمة التراث بقرار من رئيس الوزراء ساعتها كان كمال الجنزوري. بعد الوقفة اللي احنا نظمناها قدام الفيلا طلع قرار تاني من رئيس الوزراء بيمنع هدمها او التعدي عليها. احنا جمعنا جهودنا في مارس 2012 واخترنا لنفسنا الاسم ده وبدأنا نشتغل بطريقة شبه رسمية. هامش الحرية اللي اتوجد في الثلاث سنين اللي فاتوا اللي دلوقتي بيقل كان فرصة كويسة ان احنا نتواصل مع الناس. احنا حاليا بنحاول ان احنا نبقى لينا كيان رسمي في صورة جمعية أهلية أو NGO علشان نخلي الأمور أيسر والبروسيس بتاع الشغل بتاعنا يبقى أفضل يعني، ونبقى فاعلين أكتر من مجرد مجموعة من المتطوعين.